هنا بغابة بوشاوي بالعاصمة الأجواء عائلية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. جلسات شواء في الهواء الطلق تستهوي عديد الجزائريين. نجيو هنايا باسكو بروميامون باش نتلاقاو باسكو كل واحد وين يسكن وفي يا لا ترانكيليتي يا لا كونفيفياليتي و سي ترانكيل فوالا سي فاميليال سي لاندرو ايديال يا دو بوا يا دو لا فريشور Et c'est tranquille, c'est intime, on peut rester en famille et voilà, c'est sécurisé aussi, c'est le plus important pour nous. اخترنا حنايا اليوم باش نكونوا هنا في غابة بوشاوي باش نديروا عملية شواء بدل المنزل لأن أجواء هواء طلق وأجواء يعني مريحة أكثر في هذه المناسبة العظيمة. مع ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحرائق نداءات من محافظة الغابات لتوخي الحذر عند إشعال النار واستخدام مناقل الشواء والمواقد المحمولة خصوصا في المساحات الغابية. القانون واضح بأن ممنوع منه عن بات إشعال النار داخل الغابة أو بجوا الغابة، هذه يعني القانون يمنع هذا الشيء، لكن فيه يعني بعض الأماكن وين مصالح الغابات دارت لهم أماكن مخصصة ويشوفوا يعني يسألوا مصالح الغابات اللي يكونوا أعوال الغابات اللي يكونوا داخل الغابة يسألهم اسكو يعني يقدروا يشعلوا النار أم لا. ولتجنب أي حوادث قد تؤدي لانتشار الحرائق التي التهمت 9000 هكتار حتى مطلع أوت الحالي، العائلات مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة أثناء عملية الشواء وبعدها. شادر مياه وقفوا معنا وقالوا رياح منا وشنو كي تشعل النار تعسيها اوبليغاتوار تاع السيطه النار تاعك وكي تجي راح تطفي كلش باش كي تجي العام الجاي تلقاها واجده هذه هي. اون برون نو بريكوسيون سادير دائما ايزولي اون برون لي بريكوسيون تاعنا باش نخلو بلاصتنا مقياس. حماية الثروة الغابية من خطر الحرائق تبدأ بوعي المواطن بأهمية احترام الأماكن المخصصة للشواء حتى لا يحرم من متعة قضاء أوقات ممتعة مع العائلة بين أحضان الطبيعة.